السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بالجميع. وطبعا اليوم أول أيام رمضان، كل عام والجميع بخير، نعاد علينا وعليكم الصحة والعافية إن شاء الله. آخر فيديو نزلته كنت بحكي فيه على موضوع القصص. طبعا إجاني أكثر من سؤال إنه مستر ناصر، طب القصص اللي حكيت عليها هي منين رح نجيبها؟ طبعا هي غلطتي انا، المفروض كنت نوهت لانه في نهاية الفيديو في بيطلع هدول الشاشات اللي في نهاية الفيديو اللي بتقترح عليك فيديو معين، في واحدة منهم قصة. تمام، انا حطيتها لكن كنت المفروض احط اللينك في تحت في صندوق الوصف. تمام، راح نحكي شوي نحن في هذا الفيديو على القصص. تمام، مرة ثانية كان في كم سؤال هيك اجاني، وعلى اذا في حدا بده يبدا يدرس طب الخطه شلون بدها تصير. تمام، طبعا بعد ما نخلص رح تلاقي في صندوق الوصف الروابط تبع القصص ستيج 1 اللي هي المبتدئين واللي هي المتوسطين. تمام، رح تلاقوه ان شاء الله في صندوق الوصف. والقصص نفسهم لما تفتح القصه في تحتها حتلاقي اللينك اذا بدك تحمل البي دي اف. تمام، طيب اول شيء نحن رح نحكي على الخطه الدراسيه. الخطه الدراسيه طبعا انا دائما بؤمن بالدراسه في كورس، يعني يكون في معك ناس. تمام، الدراسه اونلاين اكيد ما فيها مشكله، لكن انا بحكي على الدراسه لما تكون اوف وان واي. وان واي يعني انت عم تاخذ بس معلومات، ما في حدا متابعك، وحكيت الموضوع هذا في فيديو قبل هيك. دائما لما بيكون في مدرس متابع معك بيكون افضل. تمام، يعني حتى لو كان مثلا ساعتين ثلاثه في الاسبوع بيصلح لك اخطائك، بيعرف انت شو درست، شو الشغله اللي عم تسويها صح، شو الشغله اللي عم تسويها غلط. لانه الدراسه من اليوتيوب، انا حتى لو كنت عم بنزل مثلا على قناتي، بس يعني في ناس ما عندها مثلا مجال ان هي تدرس، مثلا تروح على كورس فتستغل الوقت انه تدرس على اليوتيوب احسن من بلا. لكن دائما مع هذا كله انا لازم يكون في مدرس متابع معه انت، او مثلا رايح على كورس وهدول زياده. تمام، اهم شيء مشان الاخطاء اللي انت عم تعملها او عم تتعلمها ما تضل عم تقويها كخطا. اوكي، وبعدين بس انت تقويت شوي يعني في البداية الكلمات اللي بتاخذها دائما احفظها أول بأول، وحاول تستعملها في جمل سواء كلام أو كتابة، المهم تطلعها. تمام، تعرف شلون تستعملها، وبعدين بتروح على القصص وبصير تقرأ وتفهم وتعمل نفس المواضيع اللي قلنا عليها قبل هيك في الفيديو اللي قبل، ممكن ترجع له إنه شلون تتابع في القصص. تمام، القصص مثل ما قلنا راح تلون، انا نزلت اليوم قصة. تمام، لان هي طويلة فعملتها بارت 1 بارت 2، راح تلون الرابط ان شاء الله في صندوق الوصف. ومثل ما قلنا اي استفسار اي سؤال من اي حدا يا ريت على طول تبعت. السؤال الاخير هو القصص. طبعا القصص اللي انا عم نزلها هي لل الادلتس، يعني كل شيء فوق ال 16، يعني لانه الاحداث اللي عم تصير في القصص هي يعني بيفهمها البالغين. ما يصير يعني التينيجرز او التشيلدرن لهم، كل واحد له وضع خاص، هذا تخصص هذا تخصص هذا تخصص. ما يصير حتى مثلا في معهد تروح تلاقي انت مثلا عمرك 25 او 30 وتلاقي مثلا معك طالب عمره 14، هذا خطا كبير بيرتكبوه المراكز بس مشان يعبوا القاعات ويكون في عدد. تمام، ويطلعوا كلفة القاعة، فهذا خطأ لأنه الطريقة اللي بتعلم فيها الصغير مو مثل الطريقة اللي بتعلم فيها الكبير. وأنا تخصصي أدلت صراحة، يعني أنا دخلت شوي هيك في التينيجرز كمعلومات عامة وفي التشيلدرن كمعلومات عامة، لكن التعامل بعمق ما هو تخصصي. لكن بنعرف مليون في المية أنه ما يصير الأدلت أو التينيجر يدرسوا مع بعض حتى بنفس الكتاب. الفيس تو فيس هو كتاب أدلت ما هو كتاب تينيجرز، ما يصير واحد تحت ال 15 او حتى تحت ال 16 انه يدرسه. تمام، فهذا كل شيء على الفيديو اليوم. انا ما بدي اعمل فيديوهات طويله، يعني الواحد يكون بده ياخذ معلومه على السريع. لكن بقى الطلب الاخير انه قناه اليوتيوب
كل ما اتحركت، كل ما بيكون فيها مثلا كومنتس يعني تحت، انت في الكومنتس اكتب لي مثلا اذا في شغله عجبتك، اكتب لي يعطيك العافيه، اكتب لي ما حبيتك، اكتب اي شيء لحتى نعمل حركه في القناه، تمام؟ وبالطريقه هاي بصير انا عم بنزل اكثر، يعني انتم بتساعدوني وانا بساعدكم. اوكي شباب، يلا كل عام وانتم بخير، وبشوفكم فيديو جاي ان شاء الله.